يعتبر طريق اللؤلؤ ثاني معالم مملكة البحرين التراثية التي تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو بعد موقع قلعة البحرين التاريخية. ويأخذ طريق اللؤلؤ الزائرين في رحلة توثق تاريخ حقبة زمنية هامة في مملكة البحرين، والتي كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ. يشكل طريق اللؤلؤ في البحرين الذي يمتد بطول 3.5 كيلومتر من متحف البحرين الوطني إلى قلعة بوماهر في المحرق فرصة للالتحام مع الشاطئ ورؤية ناطحات السحاب التي تزدان بها المنامة بوضوح. وكان هذا الشاطئ مكانا لغواصي اللؤلؤ الذين كانوا يتركون أهلهم بشكل جماعي للركوب على متن قوارب تأخذهم إلى عرض البحر لشهور عديدة للسير في أعماق المياه بحثا عن لؤلؤة نادرة، حيث شكل اللؤلؤ ثروة وطنية بالنسبة للكثير من البحرينيين. وطريق اللؤلؤ هو موقع تراثي تم العمل على تأسيسه لتوثيق تاريخ حقبة من الحقب الزمنية في مملكة البحرين والتي كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ. هنا يتغير تصورك الكامل عن البلاد والمكان عندما تعرف أكثر قليلا عن التاريخ قبل النفط. وللحفاظ على هذا التراث تم تجديد 11 مبنى في مدينة المحرق وجزء من شاطئ البحر وقلعة بوماهر على الطرف الجنوبي من جزيرة المحرق، بالإضافة إلى العديد من الأماكن التي تخللت طريق اللؤلؤ والذي تم إدراجه على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. ويعد هذا الطريق مثالا على تعاون المجتمع مع الجهات المختصة في الحفاظ على هذا الموروث الحضاري لمملكة البحرين والتي بنت ماضي البلاد ولازالت تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين والرواد والسياح على حد سواء، حيث شكل طريق اللؤلؤ توثيقا لتطور الحياة بشكل كبير. ويعكس طريق اللؤلؤ هوية المجتمع البحريني، حيث ضم الطريق على طوله عددا من البيوت التراثية التي توثق لحياة العاملين على هذه المهنة من الطواش والغواص والنوخذة والسيب وغيرهم.